كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. الحمد لله دروكا وجدارها خاليه مداري هنا اجواء العيد خصوصا يوم الثاني ديال العيد وجدات تكون هنايا الاطفال يلعبوا الفرحه كل شيء الحمد لله الفرحه راه ما دخلاش ولكن من وجده دابا راه خاليه كل شيء راه في ديارو كل شيء راه الداخل الحمد لله احنا رحنا خرجنا غير للضروره وما ما نخرجوش الله يدير شي طريق ديال الخير والله يرفع علينا هذا الوباء وعيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية وعيد مبارك سعيد للجميع. مبروك عليكم نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله وعلى خير وتعيدوا وتعاودوا عقب عام جديد إن شاء الله بمغفرة الذنوب. من ناحية الحجر الصحي يعني كل شيء من ناحية الشرق وجدة كل شيء دار الحجر الصحي كل شيء يعني دار الالتزام ديالو دار الكمامة تاعنا والحمد لله هذا الشيء اللي كاين. ومن ناحية يعني الناس اللي في كورونا يعني كنسمعوا قليل فين واحد مات يعني في المغرب كامل والله يشافي الجميع واللي ماتوا الله يرحمهم. مبروك عيدكم وان شاء الله تكونوا مزيان بخير ان شاء الله ولا فرات. بالنسبه للعيد والحجر الصحي بالنسبه للعيد نداري الاجواء كتكون عندنا عابره مدينه وجده وانحاء العالم كامل يعني ماشي غير حنايا رحنا مأزمين في هذه الازمه من ناحيه هذا الحجر الصحي هو مفروض علينا لا حنايا ولا لا باش ما نضروا لا حنايا ولا الناس تاعنا والتزموا بالبويات نتاعنا ان شاء الله وربي يخرج علينا هذا الوباء بالخير ان شاء الله وباش ما تمنيت وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.